يقول لك من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ بعيش. اللي مش مؤمن ان ربنا مقدر لنا كل حاجة فيها خير حتى لو فيها ابتلاء عمره ما هيتهنى في عيشته، لكن اللي متأكد ان ربنا حنين وعليم ورحيم هتلاقيه عايش متهني دايما. فربنا يهنينا بربنا، ربنا يهنينا بربنا، وربنا يسعدنا بربنا، وربنا يرضينا عن ربنا، وربنا يسمح لنا ان احنا نحب ربنا. فكل من الله والى الله سبحانه وتعالى، انا لله وانا اليه راجعون، ملناش غيره، فالكل منه واليه سبحانه وتعالى جل في علاه. انا شايف عدد زوار اللايف شات النهارده عدد مش كبير، ممكن يكون في برنامج في التلفزيون مفيد او حلو، او ناس كتير ما كانتش تعرف، او ناس كانت فاكره ان هو امبارح وانا كنت مسافر في شيء معين مهم جدا يعني، فبعتذر عن ان النهارده اللايف شات بدل امبارح. فياريت لو بعض لو حضراتكم في ناس ناسيين تفكروهم بقى، مش عارف تكلموهم في التليفون، لان شايف قدامي العدد اقل من المرات اللي فاتت، كل شويه بيزيد بسرعه كمان. لكن انا اتمنى ان انا ما اكونش قصرت في حق حد وغيرت المواعيد بشكل غلط يعني. فالمهم نرجع لمعرفة الله، انك لو عرفت ربنا كويس تطمن جدا في كل حاجة. امبارح كنت بقى بنقرأ لابن عطاء الله في التنوير في اسقاط التدبير، انك انت تنسى التدبير. والتدبير بينقسم لنوعين، تدبير بالقلب وتدبير بالجسد. ان الانسان يروح شغله ويقعد يشتغل ويتعب ويضرب الارض بالفاس علشان تطلع ثمرة، ويقعد على الكمبيوتر يشتغل ويذاكر، ده اسمه تدبير بالجسد. أما الرزق المترتب على هذا العمل لو اتشغلت بيه لدرجة أنه شغلني عرنا ربنا، يبقى أنا دبرت بعقلي وبقلبي بطريقة غلط. فربنا طلب مننا أن احنا ندبر بالجسد ولا ندبر بالقلب، وده اللي بيسميه العلماء التوكل، هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. التوكل اعتماد القلب على الله في النتائج مع الأخذ بالأسباب. فأنا النهاردة لما مأمور أن أنا أشتغل علشان أكسب رزقي، مأمور أن أنا أذاكر عشان أنجح، فأنا المفروض أخذ بالأسباب بجسدي. أما قلبي فهو أشرف من أن يفكر في مخلوق. افتكروها دي يا حبيبي، كنت أقول لكم يا أولاد، أنا النهاردة السبت، خد بالك النهارده السبت انا قاعد من الصبح مع علي وهنا، فهتلاقوني بقول لكم يا عيال، هتلاقوني بقول لكم يا اولاد، عشان الظاهر انا يعني ايه خدت على ان انا بنده علي وهنا اولادي، عشان النهارده السبت يوم الاسره، فيعني بس انا ما بشتمهمش فما حدش يخاف يعني، مش هيطلع لفظ مش حلو يعني. فيا اولاد، اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب لتفريغ القلب لله، لأن القلب أغلى من أنه يفكر في مخلوق. تقول لي طب ما احنا بنفكر في عيالنا وبنفكر في مراتنا وبنفكر في أهالينا وبنفكر في بلادنا، ما هو كل التفكير ده تفكير فيما يرضي الله وتفكير في حاجات ربنا يحب أنك تفكر فيها. لكن لو خفت من الرزق، خفت أن أنا ما اتجوزش، خفت أن أنا أعيا، خفت ان انا ما يجيليش فلوس، كل ده بيشغل قلبك الغالي اللي هو المكان اللي بيستقر فيه حب ربنا والرضا عن ربنا والتدبر في آيات ربنا، بيتشغل القلب ده وينزل من درجة التفكير في الخالق للتفكير في المخلوق. وربنا بيحب انه ما يكونش ليه شريك، وحده لا شريك له، ما يكونش ليه شريك في قلبك. فقال لك يا عبدي يا حبيبي، توكل عليا، استعين بي، وما دام انت عارف ان انا بس اللي برزق، انا بس اللي بعز، انا بس اللي بذل، انا بس اللي باخد، انا بس اللي بأعطي، انا بس اللي بأحيي، انا بس اللي بموت، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، هو ربنا وبس. فاذا ما عارف ان انا وبس، احنا اتفقنا بقى من الاول يا جماعه، ما دام ربنا وبس، وكمان متفقين من قبلها انه احن حد عليك واكرم حد بيك وارحم واحد بحالك واعلم واحد باللي يصلحك وكل حاجه بيعملها بحب عشان في الاخر ننبسط،
مادام كده يبقى احنا هنطمن لربنا. عارف زي ايه؟ زي مثلا ما يكون في عندك مثلا يعني صاحب غالي جدا جدا جدا، وصاحبك الغالي ده أخد حاجة من مقتنياتك الغالية عليك، فأنت بتدور على الحاجة دي، فقلت مين اللي خد مثلا القلم الغالي بتاعي، القلم اللي بكتب بيه، فمين اللي أخد القلم بتاعي؟ فأنت فوجئت بصاحبك بيقول لك على فكرة أنا. قلت طب خلاص، ما دام أنت طب خلاص، أنا كنت فاكر حد تاني، بس حد تاني ممكن يسرقه، حد تاني ممكن يسيء استعماله، حد تاني مش غالي عليا، لكن ده انت. طب خلاص الحمد لله اطمنت. الله اطمنت، اطمنت لما عرفت ان هو اللي اخذ القلم بتاعي، اطمنت لما عرفت ان هو اللي اخذ، ان هو اللي اعطى. طب انا اقول لك حاجه، فممكن ما تقبلش العطاء من اي حد، يعني واحد صاحبك غالي عليك ممكن يعزمك عزومه حلوه وتبقى مبسوط جدا جدا وانت معزوم عشان صاحبك ده انت قريب منه، فتحس انك انت كرامتك مش متهانه وهو بيعزمك، لكن ممكن ما تقبلش العزومه العطاء من واحد تاني ممكن يذلك، لكن السندوتش ده جاي لي منين؟ جاي لي من فلان. ده فلان ده مقبوله، هديه مقبوله عشان من فلان حبيبي. فالكلام كده مع ربنا، اول ما تعرف ان هو اللي مأخر جوازك او جوازك، ايه ده ربنا؟ طب خلاص ماشي انا اطمنت. خد واحد حبيبك عنده، ايه ده هو مين اللي خد الراجل ده؟ ولا ابني ولا اخويا ولا عمي ده ربنا. طب خلاص خده عنده يبقى هيمتعه. مين اللي منع الفلوس دي تخش جيبي؟ انت ولا ربنا؟ ربنا. طب خلاص الحمد لله طمنتوني، افتكرت انت، ده هو ربنا بس اللي بيمنع. مين اللي بعت النعمه الحلوه دي؟ الله، ده ربنا. الله، يبقى الحمد لله رب العالمين، ده ما دام جاتنا عند ربنا يبقى دي انسب واحلى حاجه انا مبسوط جدا بيها. فكل ما الانسان يعرف ربنا ويعرف ان هو وبس، يعني يطمن، ودي من باب معرفة الله. فاطمن، بيقول لك أنت في أيد أمينة، مش بيقول لك كده لما تحب مثلا شركة من الشركات تبيع للموظفين بضاعة يقول لك ما تخافش مش هنسيبك، أنت في أيد أمينة. وأنا عايز أقول لك أنت في يد الله عز وجل سبحانه وتعالى، أرحم وأحن يد عليك، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل في علاه، يد الله ملأى سحاء لا ينقصها شيء، لا يغيضها أي لا ينقصها شيء، انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، شوف صرف علينا قد إيه سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الأولاني، اطمن اطمن يا أخويا ويا أختي أنت في يد الله عز وجل، اطمن لو حاجة جت إنها أنسب حاجة ليك، لو حاجة راحت إنها أنسب حاجة تروح، لو اتأخرت يبقى ربنا بيكبرها لي عشان يبعت لي احلى حاجه. اطمن 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 عشان تعرف ترضى عنه، لانك لو ما رضيتش عنه دي مؤشر ان هو مش راضي عنك، ولو كنت راضي عنه ده مؤشر ان هو كمان راضي عنك. فده الموضوع الاولاني، ربنا يرضينا عنه، ربنا يرضينا عن ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني موضوع رابطه مشجعي ومحبي مصر والجزائر، وكنا اتكلمنا في فيديو اتنشر على الموقع وعلى الفيسبوك، وانا اتمنى ان حضراتكم تاخدوا الفيديو القصير ده وتنشروه في كل المواقع وتبعتوه لكل الناس اللي ليها اصوات في الاعلام، لانها مبادرة من واحد لمس الموضوع ده وهو اخوكم المتكلم. ياما كان بيتبعت لنا من اصحابنا وحبايبنا واخواتنا الجزائريين ان احنا فعلا بنحب الشعب المصري، وفي خدعوك فقالوا لا انا اسف في قصة حب، يوم ما حد بعت هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا هديتي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنا أزيل الاحتقان والكراهية اللي ما بين شعب مصر وشعب الجزائر عشان الكرة. فوجئت ثاني يوم إن ناس كتير من الجزائر بتقول والله بنحب المصريين، والله بنحب الشعب المصري، اللي بيقول إن في كراهية الكلام ده كان زمان ما بقاش موجود، ففعلا الشعب الجزائري بيحب الشعب المصري. وفعلا احنا عندنا من البلاد الكتير جدا جدا جدا، من الناس الكتير قصدي اللي في البلاد اللي حوالينا، الجزائر من اكتر البلاد اللي فيها مستمعين لبرامجنا واللي فيها زوار لمصطفى حسن دوت كوم او الاوفيشال جروب بتاعنا. ف يعني انا اتصور ان اللي بيحصل في بعض وسائل الاعلام، مش هقول كلها، يمكن كثير من الاعلاميين بدا يلتفت للمساله دي، وبعض الجرائد بدات تلتفت لمساله ان المحبه وده شعار